وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكد عدد من النواب العمل للوصول إلى هيكل إداري مرن لجذب الاستثمار الزراعي، مشيرين إلى أن مصر تمتلك المقومات التي تحقق الأمن الغذائي. استصلاح الأراضي ده شيء أساسي عشان نوصل لمستهدفاتنا في وزارة الزراعة، ده أمر مهم جدا. احنا بنتكلم على مصر، مصر فيها مقومات تخلينا عندنا أمن غذائي واكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في وسط تحديات كلنا شايفينها، تحديات عالمية، حروب اقتصادية، عندي النهاردة يعني تقييد على صادرات المحاصيل الزراعية الأساسية، واحنا شايفين كلنا تحديات اللي الدول كلها بتواجهها. طلب جاء في وقته بشكل ممتاز جدا، لان هو بيقنن وضع الاراضي الزراعيه وملكيتها، وبالتالي بيقلل المنازعات اللي ممكن تحصل عليها، وبيحقق بيدي لكل مواطن حقه في انه يمتلك ويسجل ممتلكاته. احنا بنحاول في مناقشاتنا النهارده وهنكمل كمان في لجنه الزراعه على ان احنا نوصل لهيكل اداري مرن جاذب للاستثمار، ما فيهوش بيروقراطيه، بيساعد المستثمر وفي نفس الوقت بيحل المشاكل القديمه عشان نقدر نوصل الى نتائج مبشره تسهم في زياده الرقعه الزراعيه واستصلاح الاراضي وفتح مشروعات كمان للشباب. السياسه الزراعيه في مصر وبالفعل ملاحظين ان احنا فيها تطور كبير خلال الفتره الاخيره. احنا خلال الفتره الاخيره كمان في لجنه الزراعه، بما ان انا اشرف ان انا وكيل لجنه الزراعه والري والموارد المائيه بمجلس الشيوخ، ناقشنا كثير جدا من القضايا والمشاكل واهتم حل كثير جدا، يمكن ابرزهم كانت مشكله الاسمده وعدم توفرها.